جهود كبيرة ومتواصلة بتقوم بها الدولة في قطاع الغاز والبترول، واللي بتمضي نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، في ضوء ما تمتلكه من ثروات ومقومات بتؤهلها لتحقيق هذا الهدف. وآخر هذه الاكتشافات كان طبعا حقل النرجس بشرق المتوسط، اللي كلنا تابعنا هذا الخبر في الأيام الماضية. تفاصيل أكثر هنستعرضها مع ضيفنا اللي بينضم لنا على الهاتف، الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، خدنا تحياتي لسيادتك والسادة المشاهدين. يعني يا دكتور، كيف يضيف حقل النرجس لجهود الدولة في ملف الطاقة وتحديدا ملف الغاز؟ حضرتك، حقل النرجس ده اللي موجود في منطقة النرجس البحرية قرب العريش، ده على عمق 300 متر تقريبا، وعلى بعد 60 كيلومتر من شمال شبه جزيرة سيناء، وهو قريب من البنية الأساسية لنقل الغاز. ده بيؤدي إلى أن التكلفة في النقل أو البنية الأساسية لاستخدامه بتبقى سهلة، لأن الحاجة أو البنية الأساسية موجودة، فخط الربط بيبقى، فإذا الجدول الاقتصادية بتاعته هتبقى سهلة جدا. هو يقدر فيه بأنه 3.5 الاحتياطي بتاعه، 3.5 تريليون أدم مكعب الاحتياطي. ده بينقل مصر من المركز ال 14 الى ال 13 عالميا في انتاج الغاز الطبيعي بين الدول، ده كانتاج، ولكن كتصدير نشيل خمس دول من ال 14 دول، يبقى احنا من ال 13 هنبقى احنا تقريبا الدوله الثامنه اللي عندها القدره على تصدير الغاز. اللي بيستورد مننا الغاز حاليا تركيا واسبانيا وكوريا الجنوبيه وفرنسا والصين وايطاليا والهند. حضرتك لو رجعنا كده مستوى تصديرنا للغاز من 2018، طبعا احنا بنتكلم من 2018 مش من قبل كده، لان احنا حصل اكتفاء ذاتي بدايه من 2018. نعم. 2018 كنا بنصدر 1.4 مليون طن، 2019 3.5 مليون طن، 2020 1.5 علشان كورونا، سنه 21 6.5 مليون طن سنويا، في 22 صدرنا 8 مليون طن. احنا لما بنترجم الحقل بامكانياته، هو طبعا علشان بيقولوا ان احنا عندنا اكتشاف لازم بيمر بمرحلتين. المرحلتين ده حضرتك ان هو بيبتدي يقيم الكشف للبير، وبعد كده بيحدد الخطه اللي هيستخدم بيها. فاحنا بناء على الحقول السابقه، لما نقول ان 3.5 تريليون بنستخدم منهم يوميا او المنتج بتاعهم يوميا 9 من 100,000 من البيض، يعني هيبقى عندنا حوالي 315 مليون قدم مكعب يوميا. حضرتك نبص لهذا الرقم ونتجه فيه باتجاهات تجاريه لصالح الدوله في اماكن متفرقه، يعني لو استخدمناه هيبقى طبعا ال 315 مليون دول هيتحولوا الى، لو حولناهم لمتر مكعب، هيبقى عندي حوالي 9 مليار متر مكعب يوميا. نعم. 9 مليون، 9 مليون 9 مليون مكعب. 9 مليون متر مكعب يوميا. ال 9 مليون دول لو حولتهم بقى وحده حراريه، او لو حولتهم طن، يبقى انا عندي في اليوم 7500 طن في اليوم، يعني 2.8 مليون طن غاز سنويا، اضافه للي احنا لل 8 مليون. لل 8 مليون. اضافه لل 8 مليون. طيب 8 مليون. طب دلوقتي الكهرباء. اتفضل. لا اتفضل يا دكتور. لو حولناهم لانتاج الكهرباء هيبقى عندي 2 جيجا في الساعه. يبقى الحقل ده اقدر اطلع منه 2 جيجا في الساعه. طيب دلوقتي لو انا حولتهم بتروكيماويات هكسب في اليوم 2.9 مليون دولار يوميا. هذا الحقل يديني اي امكانيه انا استخدمها كده. نعم. لو انا هستخدم ده او ده او ده. اتفضل دكتور. يعني دكتور سامح، دلوقتي في طلب كمان يعني بيزداد للطاقه وللغاز بشكل خاص، خاصة أوروبا. يعني الظروف دلوقتي بتحتم أنه في زيادة في الطلب، ومصر بتتحول وتحولت بالفعل لمركز إقليمي للطاقة في الفترة السابقة. كيف يمكن أن نستغل هذا التوقيت وهذا الطلب وتحويل مصر ليس فقط لمركز إقليمي ولكن لمركز عالمي؟ حضرتك
حضرتك لمركز اعلامي ناخد بالنا ان احنا بنبيع لمصانع الكهرباء عندنا او لشركات انتاج الكهرباء عندنا الوحده الحراريه اللي هي المليون بي تي يو بنبيعها ب 3 دولار. نعم. في اوروبا النهارده ارخص اسعار للطاقه للغاز ووحده ارخص، بقول لحضرتك ارخص اسعار لوحده الحراريه اللي بتنتج الكهرباء في اوروبا النهارده 17 دولار. يعني احنا لو بعنا النهارده بالوحده دي بارخص الاسعار احنا كسبانين الفرق ده. يعني احنا بنبيع البي تي يو هنا ب 3 دولار ويمكن 3 دولار لمصانع الكهرباء. لمصانع الكهرباء ويمكن ان احنا نبيعها للدول الاوروبيه ب 17 دولار. ده اسوأ سعر، انما حضرتك من شهر كان السعر 84 دولار مش 17 دولار. من شهر كان الوحده الحراريه ده بسبب زياده الطلب طبعا. لان كان هناك الشتاء مرتفع والشتاء كان شديد وكان الضغط على استخدام الغاز كتير، انما دلوقتي عندهم درجه الحراره بالنسبه لهم جو دافي فبالتالي الاقبال على الغاز قليل، ولكن الايام الجايه ده اسعار متقلبه بشكل غريب. يعني يعني كان سعر المليون بي تي يو يوصل 84 دولار، دي كانت قصه مش سهله بالنسبه لاوروبا. يعني طيب في رؤية حضرتك لاستراتيجية الدولة في البحث والاستكشاف في الغاز والبترول وأيضا استراتيجية الدولة في ملف الطاقة بشكل عام، حضرتك مصر بتستهدف حوالي 45 بير خلال الثلاث سنوات المقبلة إن شاء الله. بدأت منهم شركة النفط البريطانية اللي هي البي بي بي ديت، بدأت تبدأ بأربع أبار بدأت تشتغل فيهم. شركة شيل برضو بدأت تشتغل في البحر الأبيض المتوسط، إذا في نشاط طبقا للخطة اللي هو 45 بير في خلال الثلاث سنوات. طبعا مصر احتلت المركز ال 13 دلوقتي عالميا والمركز الثالث على مستوى الدول العربية والمركز الثاني على مستوى أفريقيا، على أفريقيا الثاني في تصدير الغاز. احنا عندنا محطتين الاساله اللي موجودين الامكانيات بتاعتهم بتوصل لحد 8 ونص 9 بالكثير مليون طن مكعب في السنه. هنقول الزياده دي احنا بنقدر نستخدمها ازاي؟ احنا عندنا خط ربط موجود ما بين مصر للاردن لسوريا، ومن سوريا بيننا وبين تركيا 62 كيلو متر. لو تم ربط خط الانابيب بتاع من سوريا لتركيا اللي هو بيربط مع تركيا، يبقى احنا نقدر نصدر لحد 10 مليار متر مكعب، 10 مليار متر مكعب سنويا، يعني حوالي 8 طن ثانيه توصل لتركيا. وتركيا دلوقتي اصبحت المركز الاستراتيجي لتوزيع الغاز بتاع روسيا لاوروبا، فاذا احنا لو ربطنا مع تركيا هذا الخط يبقى عندنا السماحيه نوصل لحد ما يقرب من 15 16 مليون طن سنويا طبقا للاكتشافات اللي جايه. يعني عندنا السماحيه ان احنا نصدر وما فيش عائق ان احنا نقول الاساله بتاعتنا ما بتزيدش عن 9 مليون طن في السنه. يعني ده خط تاني وخط الغاز. نعم، وده بيسهل وبيقلل التكلفه لانه برضو تكلفه النقل من خلال الحاويات اكيد اكتر بكتير جدا من خلال الانابيب. هي اكتر منها، وبعدين بتخضع للطقس وبتخضع للقوانين بتاعه البحر وبتخضع نعم. للقوانين بتاعه الدول، فليها مشاكلها الاخرى. نعم. وبعدين عشان انا احوله من غاز لسائل ثم من سائل لغاز مره اخرى 102 نعم. وبنزله ناقص 162 درجه نعم. والحجم بتاعه بينزل على 1/600 من الحجم الرئيسي. نعم، انا بشكرك طبعا شكر جزيلا الدكتور سامح نعمان استاذ هندسه الطاقه، كنت معي عبر الهاتف.